لو أننا نظرنا إلى الأسباب أو الأمور الكبرى التي قد تؤدي إلى خلاف العلماء وقسمناها إلى ثلاثة دوائر، ثلاث دوائر: دائرة نضع فيها النص، دائرة نضع فيها فهم النص، دائرة نضع فيها تنزيل النص وفهمه على الأحداث وعلى الوقائع وعلى المستفتي. يبقى عندنا الآن ثلاث دوائر: دائرة نضع فيها النص، ودائرة نضع فيها فهم النص، ودائرة نضع فيها تنزيل النص على الأحداث والوقائع والمستفتين.